يا صباح النور والجمال والصحة على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيقولوا للموسم الجديد، وكمان دي الحلقة الأولى في السنة الجديدة. بنكون معاكم كل يوم أربع من الساعة 11 ونص الصبح ولمدة نص ساعة، وهكون معاكم النهاردة أنا نور عاشور، وكمان معايا زميلاتي جميلة الأمارات اللي خلينا في البداية الأول أصبح عليهم. صباح الخير يا زينة. صباح الخير يا نور، وصباح الخير على كل مشاهدينا، وخلوني في البداية أصبح على زميلتنا سارة. صباح الخير يا سارة. صباح الخير عليكم، وصباح الخير على السادة المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال. خليني أقول لكم وأقول للسادة المشاهدين إن هم بيقولوا إن الشبشب المقلوب حرام، وإن المقص المفتوح بيجيب الفقر أو سوء الحظ، والقطة السوداء والغراب مصدر للتشاؤم والنحس، ودلق القهوة خير. ايه رأيكم؟ مش بس كده يا سار، في ناس كمان مش بس بتاخد الحاجات دي ان هي بتتشائم بيها او بتتفائل او ايا كان، في ناس بتاخد شخص بعينه مصدر للتشاؤم او التفاؤل في حياته. خليني احكي لكم بس كده في البداية قصة سريعة واحكي لمشاهدينا. القصة دي كانت بتدور حوالين بنت وولد كانوا اتخطبوا وبيحبوا بعض جدا، بس للأسف مامة الولد ما كانتش بتحب البنت خالص. ليه؟ عشان لمجرد ان قدرها كتب لها ان والدها اتوفى بعد ولادتها مباشره. بدل ما كان ادعى ان يخلي الام ان هي تتعاطف مع البنت، لا، كانت بتشوفها ان هي مصدر شؤم من اول ولادتها. فضلت الايام بتدور، وكل ما حاجه تحصل في عيله الولد او للولد نفسه كانت الام تفضل تقول ما هي البنت مصدر شؤم لينا، ما من ساعه ما دخلت حياتنا وهي ادمها مش حلو. لغايه ما قبل كتب كتابهم باسبوع حصلت حاله وفاه في عيله الولد، وقامت القيامة طبعا، ونفس الكلام اتقال ان هي من ساعة ما دخلت بيتنا وهي مصدر شؤم وكل الكلام ده، لغاية ما الولد ابتدى يشوف البنت بعينيهم هما وبزاوية همومهم. كل الحب اللي جواه اتحول، وجه في يوم وقال لها انا مش عايزة اكمل، انتي من ساعة ما دخلتي حياتي وحياتي بايظة، انتي وشك شؤم عليا. انتوا متخيلين ده؟ هنا بقى نقول له ايه؟ نقول له مع السلامه للي عايز يمشي، باي باي يا حبيبي. مع الف الف مليون سلامه، والمركب اللي تودي. يعني انا بصراحه ما شفتش كده ابدا. انا اسمع انه زي ما ساره قالت في البدايه، الغراب، القطه السوداء، الحاجات دي كلها، لكن ما توصلش بينا الحال لدرجه البني ادمين. لا، مش الفكره شخص نظلمه كمان، بما انه اكتر انه البني ادمين. يعني طول ما انا بقى ماشيه في الشارع لو شفت حد عمل حاجة أقول لا ده مصدر شؤم عليا. أيوة، أنت متخيلة أن لغاية يعني بكل التطور اللي احنا فيه ده وكل اللي احنا بنوصل له دلوقتي، لسه لغاية دلوقتي بنؤمن بالخزعبلات والخرافات، وأن في حد ده بومة، ده وشه بومة، ده حد أول ما بشوفه خلاص كده أنا يومي اتقفل. مفيش حد لسه المفروض ان احنا خلاص بقى يعني نغير التفكير ده، وده هنتكلم فيه النهارده كتير قوي بقى، تفاؤل وتشاؤم، وهنخش في كل الليله دي. ده اكيد يعني ده لازم برضو يحصل. وخلوني برضو اقول لكم حاجه يا ساره كمان، انه يعني انا ليه اربط كل حاجه يعني زي ما زينة قالت كده في القصه اللي هي بصراحه مضايقاني قوي قوي. يعني باين عليكي انا. والله اتاثرت بيها جدا، انه ليه يعني ليه يا حبيبي تعمل كده، وليه اصلا انا امن بفكره انه ممكن حد يبقى وشه شؤم يعني عليا، ما امنش فكره القضاء والقدر. ايوه بالظبط، هي الام ما سابتش اي فرصه للقضاء والقدر يخش في الليله خالص. هي كل في حاجه تفسير، اسمحوا لي طبعا اقول لكم عليه، ان العقل البشري ساعات بيبقى عايز اجابات سريعه، فعشان كده بيرتبط بالخرافات عشان مش قادر ان هو يفسر او يأول الحاجات اللي بتحصل حواليه. طبعا هنتكلم يعني على الحاجات دي كلها بالتفصيل. بس انا هنتكلم في حاجات كتير قوي بالتفصيل. انا هنتكلم النهارده هنتكلم سودا وبومه حاجات كتير، هنعمل حبه ذكريات كده لحبه حاجات كنا كلنا بنعيشها في يومنا، بس ان شاء الله تبقى حلقه حلوه. واكيد هنبعد عن البني ادمين وفكره ان هم يبقوا يعني مصدر نحس في حياتنا او مصدر تشاؤم او اي حاجه خالص ان شاء الله. بس خلينا كل ده برضو يعني لما نعرفه يعني يا زينة، بس ان شاء الله هنتكلم في كل الخرافات والخزعبلات دي، بس هروح فاصل ونرجع لكم كتير جدا ان شاء الله. هنرجع لكم تاني بعد الفاصل. مكملين،
ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم في موضوع حلقتنا الخزعبلات والخرافات. خلونا الاول ان احنا نعرف يعني ايه اصلا خزعبلات ويعني ايه خرافات. الخرافه بمعنى بسيط جدا هي بتبقى فكره مبنيه على مجرد تخيلات ملهاش علاقه بمنطق وبتبقى مش مبنيه على علم او معرفه، زي ما قلنا النهارده زي قصه الغراب او الشبشب المقلوب او المقص المفتوح. وطبعا قبل برضو ما تخش بالتفصيل عن نتكلم عن الخرافات هنعرف الخزعبلات. انا هعرفها في اللغه، هي طبعا هتبقى تعريف عميق وانتوا هتشرحوا. اتفضلي سيري يا نورمان. طيب هو الخرافات او الخرافه هي الحديث المستظرف المضحوك منه اللي هو الاضحوكه، تمام؟ قديما الخزعبل معناه الباطل، وقديما كان بيستخدم في القانون كوسيله من وسائل الخداع عشان توهم الضحيه بمشاريع او وجود مشاريع لا اصل لها. انا شايف انك تشرحي دلوقتي. انا بقول كده برضو نكتفي بهذا القدر من العمق الفظيع جدا بتاع ساره، واحييكي جدا زميلتي العزيزه ساره. ناخد من كلام ساره عده امثال بسيطه كده ايه نشرح بيها ونبسط المواضيع لحضراتكم طبعا عشان الموضوع يبقى اسهل من كده بكتير. يعني مثلا زي ايه؟ يعني هي قالت حاجات كتير قوي في البدايه، قالت قطه سودا وغراب وحاجات كده، فخلونا الاول واحده واحده كده ناخد الاول حاجه القطه السودا من الاول. يا من الاول كده من اول السطر. القطه السودا، القطة السوداء كان زمان يقولولنا انه لو شفتي القطة السوداء في الشارع اوعي تبصي في عينيها. ليه ما بصش في عينيها؟ عشان ما يتلبس. لا هم معتقدين ان هي اللي ملبوسة أو في جني لابسها. هذا طبعا يعني معتقد من معتقدات كتير قوي خاطئة. انا بخاف والله لو قطة، لا ابصي فيه نظرات بتبقى مريبة كده ساعات للقطة. انا ببص عشان هي مركزة معايا بخاف يا ستي، لا يجيلي جوست ولا حاجة. لا لا بعيد عننا خالص. هي الفكرة والله ان القطة ده كائن لطيف وأليف كده وحلو، معرفش ليه الناس وبالذات السودة مش قادر برضه افهم ليه وايه المعتقد هو ده. الموضوع صعب معايا شويه عشان انا مش بحب القطط اصلا، فقطه وسودة دي بالنسبه لي بصراحه انا ما وانا ما بحبهاش. ايوه امانه الاعلام بتقول انا ما بحبش القطط وبتشائم القطه السودة. احنا في عندنا مصداقيه يا جماعه عادي. طب نخلص من القطه السودة خالص، ندخل بقى ايه على كائن كيوت كده ولطيف وبشوش كده وانا بحب ملامح وشها جدا، كائن البومه. والله حلوه يا جماعه بس الناس مسكينه. للاسف الناس خلتها رمز للخراب، وده ليه يعني؟ لان هي مسكينه وغلبانه بتتنقل كل شويه من مكان لمكان، بس للاسف الاماكن اللي بتختارها هي تقريبا سيئه الاختيار في الاماكن. احنا بنوجه رساله للبومه ان هي تغير الاماكن اللي بتعيش فيها عشان الاجتماعي. لو سمعتي راجعي نفسك فيه كومباوند كده ده على طول يا الخرابات يا اماكن مهجوره. هي كده، هي نفسيتها عايزه كده، بس احنا خلاص خليناها ان هي مصدر خراب وشؤم، وكمان بقينا بنوصف بيها ناس. يعني طبعا انتوا اكيد بومه بالذات بقى في المراطات الاخوات، يعني عارفه الحموات دايما القرايب اللي بيحبوا بعض قوي يعني. مثلا واحده زميلتك في الشغل او واحده صاحبتك قوي او مع احترامي للست النكديه. لا 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 دي مش بومه، دي عادي. ده الطبيعي، دي عادي. دي هرمونات عادي مش مشاكل يعني. فحرام برضو اطلقوا عليها فكره ان هي بقت خلاص بتستخدم ان هي تبقى صفه لبني ادمين. طبعا ده خرافه من الخرافات كتير كمان. وكمان ايه بقى؟ نيجي بقى للوحش بقى الكبير قوي، الغراب. لا يا جماعه اتخضيتوا اكيد وانا بقول الغراب. زين مش بتحب صوته بصراحه يعني. صوته وشكله يعني، هو في الاثنين يعني. في ناس تتضايق من صوته قوي وتحس ان لو سمعت صوته خلاص هو اليوم مقفول، ولو شافت شكله او اتفائل. بس انا ما بحبش صوته، ما برتاحلوش كده. لا هي في ناس خلاص بقى مصدر الهام بالنسبه لهم ان هو مصدر تشاؤم فقط، سواء صوته او شكله. مع ان بعرف ناس قليله قوي بالنسبه لهم الغراب ده مصدر تفاؤل. لا ده دي نادره، دي مش قليله. غير بقى كل ده وده بقى يعني، بصي البومه حطوها في صفات صفه، لا ده دول بقى حطوه في امثال شعبيه بقى يحتذى بيه ويضرب بيه المثل. يعني مثلا يقول لك ايه؟ يا ما جاب الغراب لامه. طب ما هو جاب صلة رحم، ده حاجه كويسه. ده جاب صلة رحم مش احسن ما يجيبش خالص. لا ده بيدل على ايه بقى؟ ان هو يعني بتقلل من قيمه الحد اللي لو جايب حاجه، يعني اللي هو ايوه يا ما جايب الغراب لامه، فاهمه؟ مثل تاني برضو بيقول ايه؟ بيقول انا عايزه احاول افتكر يا فرحه ما تمت خدها الغراب وطار. طار على فين مش عارفين، خد ايه الفرحه برضو يعني مش قادره افهم. لا بس في برضو حبه كده حاجات كلنا عشناها واحنا صغيرين. تمسك المقص تلعب بيه بالليل كده تفتح وتقفل، ده انت هيجي لك نكد ما هتشوف بعده تاني. وفي قص الضوافر، تقصي ضوافرك
لا بس قص الضوافر وترمي كمان الضوافر في الباسكت، يعني ترمي في الباسكت دي هيدوروا عليها ويجيبوها ويعملوا لك اعمال. يعني مين اللي هيقعد مين الفاضي قوي في الباسكت عشان يلاقي حبه ضوافر ويعمل فيهم عمل؟ فاضيين جدا بصراحه. لا وفي بقى التوب بقى الشبشب المقلوب، يعني ده الشبشب المقلوب ده يعني انا بوجه رساله لكل البيت، البيت مصري اصيل. ده السلاح الطائر، يعني حاجه من ضمن الحاجات برضه اللي كانوا ايه يخوفونا بيها زي الحكايات بقى الاساطير اللي كانوا بيحكوا بقى اجيال. لا انا عايزه اعرف ايه علاقه الشبشب المقلوب بان الملاكه مش هتخش البيت؟ لا انا نفسي افهم الموضوع. لا 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 ده غير كده اصلا، فكره ان هم ليه يستخدموا رمز للتخويف زيه زي الحكايات اللي كانوا بيحكوا لنا بالليل. طيب لا هو عشان زي ما انت قلتي كده الكائن الطائر اللي في البيت. بمناسبه الحكايات دي طبعا احب اوجه رساله لاهالينا ان هم كانوا بينيمونا بطريقه كلها سلام وتناغم ومحبه، اللي هو ابو رجل مسلوخه وامنا الغوله والبعبع. فانا برضو عايزه اوجه لهم سؤال، ليه بتخوفونا بحاجات مش حقيقيه؟ ما في حاجات حقيقيه ممكن نخاف بيها، او في بني ادمين عامه بيخوفوا فما كانش محتاج المجهود ده. ف يعني ابو رجل المسلوخه ليه؟ ايوه عشان تنامي ومع انك ما كنتيش بتنامي برضو. هو يعني لا وتحسي سبحان الله انهم كلهم كده نفس الفيرجن. وفي خلي بالكم خلي بالكم حاجه برضو تاني، يعني في كمان مش بس الحكايات والحاجات دي، في ارقام بتدل اصلا هي ارقام نحس. طب قولي واحد وانا عارفه الرقم ده، قولي يوم الثلاث اللي هضبه. الحمد لله حسن وانا ربنا يخليك لنا هضبه وغنى لنا اغنيه يوم ثلاث فكده كسرنا النحس ده. بس خلونا نقول انه غير الحاجات اللي هي بتؤدي للتشاؤم او الحاجات الوحشه، لا في حاجات كمان جلبه للحظ، يعني يعني مثلا زي نجمه البحر وحدوت الحصان. ويقول لك بقى حدوت الحصان دي كانت بترجع للزمن الروماني عشان هم كانوا بيقدسوا الخيول، فعشان كده كان بالنسبه لهم حدوت الحصان دي يعني منتهى التفاؤل. وفي نجمه البحر دي عارفه بقى ايه قصتها؟ ان عشان شكلها على رقم 5 و5 وخميسه والنهارده الخميس. فكانت الناس عايزه انا برضو عايزه اقول لكم على حته الخرافات شويه. في خرافات لسه مستمره وتقريبا مش هتندثر ابدا او مش هتختفي. ايه علاقه ان الواحده لما تتجوز تقرص العروسه في ركبتها يوم فرحها؟ بجد والله يا جماعه احنا بنتكلم يعني بطريقه مفتوحه ويبقى في صراحه او تستفهم منا. انا واحده عايز تروح تتجوز هتروح تقرص عروسه من ركبتها وتمشي عشان تتجوز؟ كانش حد احتار بقى بالظبط. وعلى فكره اعرف تجارب شخصيه في فعلا عرايس في الكوشه بيتضايقوا اللي هو قاعده بعد اسبوع وتحصليها في جمعتها. يعني بصي السرعه لا ودلق القهوه خير، فين وجه الخير؟ انا هقوم انضف. ايوه الخير في النظافه، النظافه من الايمان يا جماعه ده الخير. وكمان الفنان عادل امام الزعيم عادل امام في فاكرين فيلم سلام يا صاحبي قال لك دلق القهوه من عماهم قالوا ان ده رد على المثل بتاع دلق القهوه خير. بالظبط قالوا ان الخير جاهم. ففي حاجات احنا تقريبا هتفضل مستمره معانا. في حاجه عايزه اقولها في التفاؤل طبعا، يعني في حاجه بقى احنا كلنا عايشينها لغايه دلوقتي وانا عن نفسي بحبها بصراحه، الخرزه الزرقاء. خرزة الزرقاء ناس كتير جدا بتحبها جدا. بس بصي برضو قصه الخرزة الزرقاء بترجع شويه لعلم الطاقه كده، عشان هما بيحسوا ان او يعني الدراسات بتقول ان الخرزة الزرقاء دي لونها بيسحب العين، فان المفروض ان هو كده بقى بيعكس اي طاقه سلبيه بتجيلك وبيمنع عنك الحسد. زي برضو حجر الفيروز يقولوا ان انت لو مثلا تعبانه ان انت لو لبستيه عنده قدره على الاستشفاء، بس ربنا هو الشافي. ده الشفاء بايد ربنا، مالناش علاقه بيه. عامه ده اللي بالكم برضو ان انا عايزه اقول لكم ان الاعتقاد والايمان برضو بالخرافات دي بالتبعيه كده بيخلق شخص متشائم. يعني لو فضلت مصدق الفكره انه الخرافات والمعتقدات الغريبه اللي احنا متربيين عليها دي حقيقي. هتبقى شخص يعني متشائم ومتردد ملوش قرار. في اسباب وفي اسباب اكيد كانت ورا الخزعبلات. اسمحي لي طبعا انا اقول انا زي ما قلت في اول الحلقه ان العقل البشري دايما بيميل ان هو يصدق الخرافات، عشان الانسان اللي بيبقى في مرحله نفسيه سيئه او بيبقى فيه مرض او تعب لا قدر الله مشاكل او ازمات بيبقى التفكير او الفكر مش قادر يفسر اللي حصل، فكوسيله للهروب بيربطها بالخرافات. خلوني برضو اقول لكم على الخرافه كمثال اللي هي القطه السوداء. لو واحد مثلا نازل من بيته ورايح الشغل عادي لقى قطه سوداء في وشه، فحصل له موقف معين صدفه تدابير قدريه او مثلا رد فعل او نتيجه الافعال اللي هو ممكن يبقى ناسيها، يقول لك انا يومي قفل اصل انا شفت قطه سوداء في وشي. هو ملوش اي علاقه،
يعني ملخص الكلام ده ان هو عمل العقل هنا حاجه اسمها الحدثين المتتاليين. يعني شفت قطه سودة فحصل لي حاجه. طبعا الملخص ان لما بيبقى الانسان في حاله نفسيه سيئه ممكن بيبقى فعلا العقل عاجز عن التفكير فبيميل ان هو يهرب ومش قادر يفسر اي حاجه حواليه. وطبعا اكيد قصص اللي مثلا لو في فرح اتاجل او حاجه عروسه او واحده يعني فرحة اتاجل لاسباب منطقيه وواحده صديقتها كلمتها او شافتها بتضحكي طبعا اكيد في تجربه حيه انا عارفه فهتقول لك فرحه وحش هتسيب كل الاسباب وتمسك في الصحبه دي. ليه نظلم انسان وليه نعلق شماعه الظروف او ما كل تاخيره فيها خيره يعني قدر الله نافذ لا محاله له يعني. خليني اقول لك حاجه برضو فكره ان زي ما قلت قبل كده ان فكره ان الواحد يبقى عنده ايمان بالمعتقد او بالخرافه دي بيخلق انه فعلا يبقى الشخص ده انا شخص متشائم خلاص. ليه؟ لانه مثلا التشاؤم خلينا برضو ابسط الموضوع اكتر. التشاؤم ده عباره عن ايه اصلا؟ هو عباره عن شويه كده افكار سلبيه بقعد انا ازرعها جوه دماغي وتفضل مترسخه جدا جوه دماغي لحد ما اصدق وامن بيها وخلاص همشي بيها طول العمر وطول حياتي. انا كده بقيت شخص متشائم. يعني مثلا لو مثلا حد عنده مقابله مثلا في الشغل يوم يعني هو بيتشائم من يوم معين وعنده في اليوم ده مقابله ما يروحش اعتقاد منه ان كان ممكن يحصل حاجه وحشه في اليوم ده يعني ونسي خلاص ان لا ممكن ده عادي ما يؤمنش بفكره ان يتشائم من اليوم او يقول انه لا يعني دي حاجه من عند ربنا وحصلت لا هو دي خلاص. دي تفسير تقريبا زينة كانت بتقولي عليه قبل الحلقه التشاؤم الواعي واللاواعي صح؟ هو هيحصل. انا عايزه بس اقسم موضوع التشاؤم ده لحاجتين. نوع نوعي التشاؤم الواعي والتشاؤم اللاواعي. التشاؤم حته عمق بقى انا مذاكره انا كمان عمق قوي انا احب اسمع اتفضلي. التشاؤم الواعي ان انت مثلا داخله مشروع وعملتي احتماليه ولو بسيطه ان المشروع ده ممكن يحصل فيه نسبه فشل طيب فانت هتبذلي مجهود اكتر فهنا التشاؤم بيخليكي يعني بيديكي حته حكمه اكتر تبذلي مجهود اكتر. مثلا عندي امتحان عرفت مثلا او انا افترضت ان الامتحان ده ممكن يجي صعب بزياده فذاكرت اكتر شويه ده التشاؤم الواعي اللي هو يعني لحد ما مفيد. في التشاؤم اللاواعي ده بقى اللي هو زي ما كانت نور بتقول اللي هي الحاجات اللي مش مفسره ولا مبرره ومجرد طلعنا كده خدناها معانا وماشيين عليها يعني واحنا لدرجه الارقام يعني انا انا ايه اللي يدعي انه يخليني اتشائم من ارقام احنا اللي بنهيئ دماغنا خلاص وحفظناها نخليها تروح اي حاجه فيها ثلاثه فرمصه الدماغ نفسها بالظبط فقر ونحس ويوم ملوش لازمه اي يوم ثلاث يعني بس هي صراحه يعني عشان ولو حصل حاجه يوم الاثنين يبقى عادي مفيش مشكله بس ما تحصلش يوم ثلاثه سبحان الله مش عارفه ليه بتظبط ثلاثه. طب انا اقول لكم على حاجه أو 13 انا كان في فتره بتشائم من يوم الاثنين جدا صراحه برضه انا بصراحه بحسه ملوش لازمه يعني اصلا حد ثلاثه على طول يعني ليه اثنين انا كنت بتشائم من يوم الاثنين ما اعرفش ليه ده لوحدي بقى انت كده كسرتي بقى انا يعني افترضت حاجه لوحدي انت ده دي راحت في حته تانية خالص يعني مش معانا على الكره الارضيه. انا عايزه اقول لكم حاجه والله يعني الشيء بالشيء يذكر يعني قبل الحلقه على طول حتى لسه كنت بقول له ساره قبل ما نطلع هوا شفت غراب انا واقفه عادي مش فاكره كنت بعمل ايه براجع تقريبا او حاجه سكراب فبعدين لقيت غراب جاي جنب رجلي بالظبط وبيتمشى هو عارف ان احنا هنتكلم عليه النهارده قلت له اوعى تغزلني ارجوك انا طالعه بتكلم عليك كلام لطيف وكلام كويس ارجوك ما تغزلنيش. ومنى زميلتنا في الاعداد شافت قطه سودا برده وهي مش عارفه في ايه النهارده يعني فريق عمل دي علامه يا مارد بس القطه ما عملتلهاش حاجه وانا الغراب ما عملنيش حاجه والحمد لله الحلقه ماشيه كويس الحمد لله مفيش اي مشكله هنستمر يعني ممكن القطه هي اللي تخاف من اللي شافها ممكن الغراب يخاف مني هو فعلا خاف مني وطار بس هو كان بياكل حاجه في الاول يعني سيبيه ياكل من خشاشه الارض عشان نحكم غير اخر اليوم انا عايز اقول لكم حاجه والله اخر اليوم في الاخر يا جماعه في الاول وفي الاخر احنا نتاج تفكيرنا يعني اي شخص بيبقى فعلا نتاج تفكيره يعني وفكره ان انت الوحيد اللي تقدر تكرر ده وازاي نقدر نعمل ده هنعرفه اكيد بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع لكم تاني بفضلكم استنونا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسه مكملين حلقتنا في بيقولوا وموضوعنا اللذيذ اللطيف النهارده عن الخرافات والمعتقدات الغريبه اللي احنا عايشين فيها.
يا جماعه انتوا اوعوا يكون الغراب اثر عليكم. طيب كنا بنقول قبل الفاصل ان احنا دايما نتاج تفكيرنا، يعني احنا الوحيدين اللي في ايدينا، او انت الشخص الوحيد اللي في ايدك ان انت تحول فكره التشاؤم دي لطاقه تفاؤل وتخلي حياتك كلها تبقى متفائله. ما تخليش التشاؤم هو اللي يبقى مسيطر عليك وهو اللي طول الوقت بيمشي حياتك، او هو اللي بيحرك حياتك، او هو اللي بيحركك. انا في حاجه عايزه اقولها كده، يعني انا بمناسبه ان احنا مذاكرين يعني معلش انا بذل مجهود في دراسه كده قالها علم درس الدكتور علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، قال ان يعني برغم كل التقدم والحاجات اللي بتحصل في المجتمع والتغيير اللي بيحصل طول الوقت، الا ان كل الناس لسه متمسكه بهي بنفس العادات والتقاليد والسلوكيات اللي هي من ضمنها التفاؤل والتشاؤم من حاجات اصلا مش مبرره ومش منطقيه. ده حقيقي. يعني رغم ان الست اللي هي الام اصلا، امي وام اي في اي بيت مصري بيحصل لها تطور، يعني انا عن نفسي وانتوا اكيد برضو لسه في حاجات لسه بنعملها وبنقتنع بيها وبنتشائم بصراحه. يعني عشان نبقى صراحه مع بعض اكيد، بس احنا لازم برضو يعني نتحرر من ده. ما هو احنا هنحاول بقى ان شاء الله. لازم نتحرر، محتاجين يكون عندنا يعني ثقافه تعامل مع المواقف. انا برضو عايزه اضيف حاجه عشان نقدر نطبق اللي انتوا قلتوه. خلونا برضو نتكلم عن الكاتب ديفيد تشارلز في كتاب سحر التفكير. قال لك ايه؟ قال لك لو في اي فكره يعني سلبيه او ايجابيه عقلك الباطن بيفكر فيها، هتلاقي في الواقع 100,000 سبب عشان ينفي لك او ياكد على الفكره دي او الحقيقه دي. بمعنى تاني عشان برضو ابسط، انت بتحب البساطه قوي، انا بذاكر كتير. او بيقول لك حجم الاعتقاد اللي انت مصدق فيه بيساوي حجم النجاح اللي انت عايز تحققه. كده انت فهمتي وبسيطه جدا. يعني سهله، مفيش اسهل من كده ولا اي حاجه. بس برضو الفكره ان احنا كمان محتاجين يكون عندنا ثقافه في التعامل مع الازمات او الحاجات اللي بتقابلنا. معروف ان طول حياتنا بنقابل مطبات كتير قوي، المطبات دي بتبقى عباره عن حاجات بتعرقل مسيره حياتنا. انا بقيت عميقه منك ولا حاجه؟ تقريبا حاسه ان الفايبل في ذبذبات عمق ماشي. لا، الفكره ان احنا بتقابلنا ابتلاءات كتير ومشاكل كتير. طب هل هنقدر بقى نفضل على وتيره التشاؤم، او نفضل طول الوقت عندنا المعتقدات والخرافات والخزعبلات دي، ولا نعدي بقى المرحله دي خالص ونواجه ونحل ونسعى؟ في حاجه كمان يا جماعه، يعني بمنتهى ببساطه ربنا خلقنا بعقل، ما تعقلها انت. يعني واخد حاجات كده معاك مولود ولقيتها في البيت وطالع بيها وبالمنطق كده، الحاجات دي مش منطقيه. ايه يعني ايه المنطق في التشاؤم من رقم 13 ولا يوم 3 ولا قطه ولا غراب؟ ملهاش اي دليل على علم ولا معرفه خالص. وتوكل وشغل دماغك واليقين كمان بربنا. يعني انت لازم عندك يقين بالظبط وعندك حسن الظن بيه. ما ينفعش ان انا طول الوقت افضل برسخ جوه دماغي افكار سلبيه جدا واحولها لطاقه من التشاؤم فظيعه جدا، فخلاص وحياتي تقف وتبقى هي المعتقدات والخرافات دي هي اللي ماشيه حياتي، والقطه السوداء والقطه البيضاء والفرخه الزرقاء. مجرد ان احنا طلعنا لقيناها على فكره، يعني اللي هو مثلا مش انت مريت بتجربه مثلا ولا درست ولا لا، لمجرد ان انت طلعت سمعت حبه الكلام ده. ف تخيلي برضه ده نوع من انواع الجهل يا جماعه، رغم التقدم والتكنولوجيا الفظيعه اللي احنا وصلنا لها دي، اللي برضه للاسف بيبقى جهل اللي في الفكر من جوه. وبرضه الكاتب ديفيد تشارلز قال حاجه مهمه يا بنات، ان ما تخليش التردد والتشاؤم وافكارك السلبيه تبقى متغلبه على افعالك، وازرع مكانها الدوافع اللي تخليك تحقق هدفك، لان اللحظه احنا اللي بنصنعها، هي اللي مش بتجن. ده حقيقه. وللاسف انا عايزه اقول لكم ان الوقت الحلو بيعدي بسرعه. دي اللحظه اللي احنا بنصنعها دلوقتي. انا ما حسيتش دي اللحظه بجد. ولا انا حد حس بحاجه؟ انتوا حسيتوا كمشاهدين؟ ما حدش حس. اللحظه الحلوه بتعدي وهي عدت لحظه. طيب انا هختم. اتفضلي حضرتك. طيب انا هختم نمشي. طيب لا انا هختم عشان يعني للاسف اتفضلي حضرتك. لو اجتمع الانس والجن على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمع الجنس والان الانس والجن على شيء على ان يدفعوك بشيء ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. حسدناكي. العمر خلاص. انت قولي لي ما تتكلميش انجلش. فتفائلوا بالخير تجدوه واسعوا، واشوفكم على خير ودمتم طيبين. باي باي باي.